أيام قليلة بتفصلنا عن انطلاق واحد من أهم المهرجانات المسرحية في مصر، مهرجان المسرح التجريبي اللي بينطلق بمشاركة مصرية وعربية ودولية كمان. خلينا نتكلم عن فعاليات المهرجان وإيه الجديد السنة دي. معنا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور أيمن الشوي مدير المهرجان وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية. صباح الفل على حضرتك، أهلا بيك. صباح الفل على حضرتك وعلى كل المصريين. أهلا وسهلا دكتور أيمن. يعني الفن التجريبي ربما في مصر ناس كتير مش فاهماه، ويعني إيه السمعة بتاعت الفن التجريبي بالذات فيما يتعلق بالرسم ربما تختلط على الناس فيما يتعلق بالمسرح. خلينا نتعرف الأول ما هو المسرح التجريبي علشان نشرح المهرجان ده بيعمل إيه بعد إذنك. احنا السنة دي الدورة 39 بالنسبة لنا في المسرح التجريبي، وأصبح من المهرجانات اللي احنا المصريين كلهم بينتظروها، والمسرحيين بالذات بيصروا على مشاهدتها. يعني مصطلح التجريب ببساطة عشان ما تقولش على حضراتكم أيوة. مش مصطلحات متخصصة، هو ارتبط بفكرة البحث عن لغات مسرحية جديدة. يعني ان العالم كله تحول الى لغة الصورة والى الدلالات البصرية اكتر منه الدلالات الصوتية او الكلمة. يعني فهو كان مرتبط في فترة من الفترات خصوصا في الثمانينيات بفكرة البحث عن لغات مسرحية جديدة بصرية أكثر منها صوتية أو مكتوبة في كلمات. يعني ده أدى إلى تطوير المسرح المصري وأسهم كثيرا في تطوير المسرح المصري بشكل كبير. يعني شارلي شابلن، توم وجيري، عايز تقول كده مثلا يعني كنموذج. طبعا يعني احنا مش ده مش مسرح بس من عشان نوضح للمشاهدين. لا، هو فكرة انك انت الثقافة الانسانية كلها اتغيرت من المكتوب والمقروء الى ما هو مسموع ومرئي اكثر منه. يمكن احنا دلوقتي بنشوف يعني فكرة الانترنت والمنصات الفضائية والحاجات دي والسوشيال ميديا دي كلها حاجات بصرية اكثر منها مكتوبة، انك انت بتتفرج على حاجة معينة فبالعين بتحسها اكثر وتكون اكثر تاثيرا من خلال العين ومن خلال الاذن. ده مفهوم التجريب ارتبط في فتره من الفترات ده، وارتبط ايضا بفكره مساهمه الجمهور في العرض المسرحي ومن خلال حاجه اسمها الانتر اكشن او التفاعل التفاعليه في المسرح. ده ببساطه التجريب. طيب دكتور ايمن، ايه الجديد السنه دي في المهرجان اللي هنقدر نشوفه وايه الدول اللي مشاركه معانا؟ احنا السنه دي الجديد ان عندنا دول افريقيه بتشارك معانا. عندنا العروض اللي بتشارك، احنا عندنا حوالي 16 عرض. عندنا 8 عروض عربيه، 8 عروض اجنبيه اوروبيه بتوازن، وفي عرضين مصريين بيشاركوا، عرض على الهامش، عرض على هامش المهرجان. عندنا عروض من أرمينيا، من جورجيا، من اليونان، من الكونغو. عندنا عروض من الإمارات، البحرين، فلسطين. يعني في تعدد وتنوع في الثقافة المسرحية اللي احنا بنقدمها هذا العام. احنا إدارة المهرجان كانت حريصة على وجود مصر في محيطها العربي والإقليمي والبحر أوسطي أيضا، اللي هو بحيث ان احنا نتفاعل مع الثقافات اللي موجوده حوالينا، وان احنا بنمثل كل الاتجاهات المسرحيه اللي موجوده في العالم كله. طب كلمنا عن ولادنا المصريين. عروضهم عامله ازاي يا دكتور وبيناقشوا ايه بالظبط؟ احنا عندنا عرضين لشباب على فكره، كويس. عرضين شبابيين، كويس. عرض من اجل الجنه او ايكاروس، ده من الاسكندريه، مدينة الإسكندرية. وعرض تاني اسمه الرجل الذي أكله الورق، ودي بفرقة مستقلة من شباب المسرح المصري. هايل. دكتور أيمن، كلمنا عن لجنة التحكيم. لجنة التحكيم احنا برضو لجنة التحكيم لابد أن تكون ممثلة لكل أطياف المسرح. يعني طبعا احنا عندنا مجموعة من المصريين، الأستاذ عصام السيد رئيس اللجنة، وبرضه بنمثل أطياف
المسرح في المنطقة العربية والإفريقية أيضا والأوروبية. عندنا يعني مشارك في اللجنة من إنجلترا، عندنا من الدول العربية اثنين مشاركين أو ثلاثة مشاركين من الدول العربية بالإضافة إلى اثنين مصريين. طب لو اتكلمنا عن المشاركة الأوروبية، معنى حضرتك اللي قلته في بداية المداخلة إن مساحة الكلام، يعني لغة زي اللغة الأرمينية ما أعتقدش إن في مصريين كتير يعرفوها، مساحة الكلام في العرض كم في المية من الـ من الـ من الـ هو ده سر المسرح حضرتك، سر المسرح إنك أنت المسرح حالة إنسانية عامة يمكن إن تتفهم في كل مكان وفي كل زمان، ودي أحد خصوصيات التجريب أيضا. أهداف التجريب إن أنا أقدم عرض مسرحي يشوفه أي حد بأي لغة بأي ثقافة ويتفاعل معاه وإن هو يفهمه، ده أحد أهداف التجريب أصلا. فعندنا العروض اللي جاية من جورجيا هتلاقي فيها مثلا الدمى، استخدام العرايس أو الدمى الكبيرة والصغيرة بشكل فني، هتلاقي الاعتماد على الصورة وعلى مسرح جسد الممثل في الفراغ المسرحي أكثر من الكلمة، وبالتالي الصورة بتبقى مفهومة للجميع، الصورة واحدة للجميع. طيب لو أنا أو أي حد من الجمهور حابب أن هو يتفرج ويشوف العروض بنعمل إيه؟ الحجز في المسارح نفسها، كل عرض بيتقدم لمدة يومين اثنين بأسبقية الحجز. على هامش المهرجان برضه في حاجة مهمة جدا، إحنا عندنا مجموعة من الورش الفنية يمكن اتقدم لنا أكثر من 4900 مشارك في الورش الفنية اللي بتقدم هذا العام. تم الاشتراك من خلال الانترنت. على اي حال يعني اعتقد ان هي تجربه جميله تستحق ان احنا نشوفها ونتفرج عليها ويعني نشوف التجارب المسرحيه من الدول الثانيه دي. احنا بنشوف المسلسلات او الافلام لثقافات مختلفه على المنصات المختلفه بنبقى مستمتعين جدا، بس انت ان انت بتشوف شوارعهم لغتهم، احنا متعودين بس على الافلام الامريكيه ثم الهنديه اللي ظهرت صح. واخيرا انا عايزه اقول لك ان الـ الافلام او المسلسلات او العروض المسرحيه اللي بتبقى من دول شرق اوروبا بتبقى جميله جدا لان ليها طابع ثقافي خاص بيها هي. بالظبط كده. على حاله الدكتور ايمن الشوي نورنا وشرفنا بمداخلته الهاتفيه، بنشكرك يا دكتور ايمن. الدكتور ايمن الشوي مدير المهرجان مسرح التجريبي وعميد المعهد العالي للفنون المسرحيه والفنان ايضا العظيم، نورتنا وشرفتنا في صباح الخير يا مصر.